بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من الأم تي في. في لحظة يسعى فيها لبنان إلى صون حقه في الموارد الغازية والنفطية في مياهه الإقليمية، وهو استضاف أمس رئيس مجلس النواب القبرصي ومؤتمر القمة الدولية للنفط والغاز، في انتظار وعي وطني قد لا يأتي غدا، مبادرة جملات التوفيقية حطت رحالها في بيت الكتائب المركزي. تزامنا انتقل الجدال من شرعية انعقاد اللجان النيابية إلى قبول أو رفض الأكثرية دعوة الرئيس فريد مكاري اللجنة النيابية المكلفة بحث قانون الانتخاب إلى الاجتماع في منزله، وذلك لأسباب أمنية. في الشأن السوري، الخبر الأهم على الإطلاق تمثل في الإعلان عن انشقاق جهاد المقدسي المتحدث باسم الخارجية السورية وفراره إلى لندن. وكانت معلومات مسربة من الخارجية الأمريكية توقعت تدهورا سريعا للنظام في سوريا، وبأن إدارة أوباما ربما لجأت إلى حل لسوريا استوحي الحل الليبي، ولكنه يضمن المصالح الروسية، وقد حظيت الخطة بموافقة المعارضة السورية. إذن قصف واشتباكات في دمشق وريفها، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يقررون سحب موظفيهم غير الأساسيين من سوريا. نبيل العربي يلمح إلى سقوط النظام في أي وقت، وبوتين يشير من اسطنبول إلى أنه ليس محامي دمشق. سباق محموم مع الوقت بين تبلور عمل المعارضة وحسم الوضع في الميدان وتعزيز المواقع، وتيرة الأحداث تتسارع من استقالة المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي ورحيله إلى لندن، إلى تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عبر فرانس بريس أن نظام الرئيس بشار الأسد يمكن أن يسقط في أي وقت، والمعارضة السورية تتقدم سياسيا وعسكريا، مؤكدا أن المعارك تدور الآن في دمشق. وفي هذا الإطار يركز الجيش النظامي معاركه في المناطق القريبة من مركز العاصمة، ويواصل لليوم الخامس على التوالي هجومه بالطيران والمدفعية سعيا لتأمين شريط بعرض 8 كيلومترات في محيط العاصمة، وفق ما نقلت فرانس بريس عن مصدر أمني سوري. في الزبداني أفاد المرصد أن مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة هاجموا مبنى مدير المنطقة واشتبكوا مع عناصر الشرطة. إلى معارك العاصمة قتل 12 شخصا على الأقل، بينهم 8 مقاتلين معارضين في غارة جوية على مدينة رأس العين الحدودية. وفي مسألة اللاجئين، أكد مسؤول أردني أن مخيم الزعتري بات يأوي أكثر من 45,000 لاجئ سوري. ومن الناحية التركية، حيث يرتفع منسوب التوتر، أعلن دبلوماسي تركي إرسال طائرات حربية إلى الحدود بعدما قصف الجيش السوري مواقع للمتمردين على تخوم تركيا. وإلى تركيا وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن روسيا ليست محامي النظام السوري، لكنه أشار إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سوريا مع تركيا. ووقع بوتين وأردوغان اتفاقات تعاون بين البلدين، منها إنشاء محطة نووية في تركيا. أعلنت دمشق أنها لن تستخدم الأسلحة الكيميائية إن وجدت ضد شعبها تحت أي ظرف من الظروف، فيما حذر أوباما الأسد من عواقب وخيمة في حال استخدام الكيميائي. وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وجهت من براغ تحذيرا شديدا إلى النظام السوري بشأن احتمال استخدام هذه الأسلحة ضد شعبه. في طرابلس، نفذ أهالي القتلى والأسرى في حادثة الكلخ السورية اعتصاما في ساحة التل للمطالبة باسترجاع أبنائهم أحياء كانوا أم أمواتا، في وقت ترددت معلومات عن توجه لقطع بعض الطرقات احتجاجا في الساعات المقبلة. هذا وقد سجل مساء الاثنين توتر بين جبل محسن وباب التبيني، تمثل بإطلاق قذائف أنرجا وقنابل يدوية ورشقات رشاشة. بدعوة من عدد من عائلات الذين قتلوا في سوريا أو ما زالوا مجهولي المصير، نفذ اعتصام تضامني في ساحة التل في طرابلس. شارك فيه مناصرون لبعض الهيئات الإسلامية وليس جميعها، بحسب أحد المشايخ الذي لفت للأم تي في
أن غالبية الهيئات الإسلامية لم تشارك لأنها تتفادى التحركات الميدانية تجنبا لتصعيد أمني بين التبان وجبل محسن، وأيضا لسلامة من هو مجهول المصير وربما يكون على قيد الحياة. الاعتصام الذي رفعت فيه الرايات السوداء ناشد المتحدثون فيها الحكومة اللبنانية العمل على إعادة جثث القتلى وأيضا على إطلاق سراح من أسرهم النظام السوري. نريد أبنائنا إن كانوا أحياء نريدهم أحياء، وإن كانوا شهداء نريد جثامينهم حتى نزفهم إلى المقابر. أما النائب مصباح الأحدب الذي شارك أيضا في الاعتصام فناشد الحكومة اللبنانية ألا تتصرف بإزدواجية مع الشعب اللبناني، فسياسة النائب النفس يجب أن تطبق على الجميع، ليس هناك أناس مسموح لهم العمل الجهادي في سوريا ويمنع على آخرين حسب الأحدب. فلا نستطيع أن نقبل بأن تكون السياسة الرسمية للبنان سياسة النائب النفس، وأن يكون بالمقابل هناك من يذهب ويعتبر بأنه جاهد دفاعاً عن النظام يقصف بالطائرات الميج أهله وأهلنا. هنالك في طرابلس من السياسيين ومن المسؤولين من لديهم علاقات بسوريا، فليتفضلوا وليعودوا إلينا بالجدار. أحد المشايخ قال للأم تي في إن تحميل طرابلس ما حصل لا يجوز، فالذين توجهوا للقتال في سوريا أخذوا مبادرات شخصية ولم يكن هذا عمل مبرمج من قبل أي طرف سياسي أو ديني. من جهة أخرى يقول المنظمون الذين بثوا عبر مكبرات الصوت أغاني وأناشيد منددة بالنظام السوري والرئيس الأسد وأيضا أناشيد داعمة للثورة السورية، قال إن التحركات ستتوالى بشكل تصعيدي إلى حين التحرك الجدي من قبل الحكومة. أجرى وزير الخارجية عدنان منصور اتصالا بالسفير السوري علي عبد الكريم علي طالبا منه تسليم السلطات السورية لبنان جثامين اللبنانيين الذين قضوا في منطقة الكلاخ، وذلك لدواع إنسانية. وقد أبلغ علي منصور بأنه سيجري الاتصالات العاجلة بالسلطات السورية العليا في هذا الشأن. أمل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن يبقى الجميع ملتزمين سياسة تحييد لبنان عن صراعات الآخرين وعدم التدخل في شؤونهم، وإذ شدد على أهمية ما يقوم به الجيش والقوى الأمنية من تدابير لمنع عبور السلاح والمسلحين إلى أي جهة انتموا، أكد القرار المتخذ والتوجيهات المعطاة للقوى العسكرية والأمنية عدم السماح بمرور المسلحين، كما دعا المواطنين إلى عدم إيواء المسلحين وتوفير الملاذ لهم انسجاما مع سياسة الحياد. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخل لدى السلطات المعنية في سوريا لاسترجاع جثامين اللبنانيين الذين قضوا في سوريا أخيرا، لاستحصال على معلومات عن مصير الآخرين. وفي افتتاح المعرض العربي والدولي للكتاب شدد ميقاتي على أن الوطن لا يقوم على رهن البلاد للخارج بل على الحوار. في مواجهة ظروف دقيقة قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إن المنطقة تمر بها اقترح تحصين وحماية الوحدة الداخلية واعتماد خيار الاعتدال والوسطية. رئيس الحكومة دافع عن الوسطية واعتبر خلال رعايته افتتاح المعرض العربي والدولي للكتاب في البيال أن الوسطية ليست تهربا من قرار بل هي انحياز للوطن ولما يجمع شمل أبنائه. لا يقوم الوطن بالرهان على المحيط ومتغيراته ورهن الداخل لهذا الخارج، بل بتقوية المناعة الوطنية. إخواني، لا يقوم الوطن على التورط في أحداث الخارج واستدعائه إلى معادلات الداخل، بل على النأي بالنفسي عن كل ما يعرض وحدة الوطنية للخطر. يقوم الوطن على حوار دون محرمات ممنوعة من النقاش ودون اشتراطات مانعة للنقاش، حوار يقود إلى تفاهمات وطنية تؤكد الشراكة الوطنية وتحفظ الدولة والمؤسسات والاستحقاقات وتحمي السلم الأهلي وتحصن الوطن من المخاطر والشرور وما أكثرها اليوم. رئيس الحكومة يرافقه وزير الثقافة جابي ليون افتتح معرض الكتاب ثم جال على أقسامه مشددا على دور بيروت التاريخي في نشر الكلمة والحرف.
ملف داتا الاتصالات مجددا إلى الواجهة، وتضارب في الآراء بين الوزيرين شربل وقرباوي. تقرير دونيز رحمي فخري. رفضت الهيئة القضائية طلبا أولا أرسلته شعبة المعلومات للحصول على محتوى الرسائل النصية الخلوية المتبادلة بين جميع المواطنين على كل الأراضي اللبنانية على مدى الشهرين اللذين سبقا اغتيال اللواء وسام الحسن. عدلت الشعبة طلبها الثاني بحصر الرسائل المطلوبة بمحافظتي بيروت وجبل لبنان، فرفض الطلب مرة ثانية علما أن شعبة المعلومات لم تتبلغ الرفض الثاني إلا عبر الإعلام. رفض الهيئة القضائية برر بالحفاظ على خصوصيات الشعب اللبناني. هذا القرار ناقضه وزير الداخلية الذي يتفهم كما قال طلب الأجهزة الأمنية لأنه ضروري للوصول إلى خيوط في جريمة اغتيال الحسن. أما وزير العدل شكيب أرطباوي فكان له رأي مختلف. اللبنانيين بدهم يختاروا بين اثنين، إما كل شيء مباح وما في قوانين، إذا في قانون بيقولوا سمحوا بالحركة دون المضمون. اجت الهيئة القضائية قالت يا عمي طلب مضمون الاس ام اس مخالف الدستور ومخالف القانون. هذه هيئة قضائية، اما نحن منعين قضاة ومنقول لهم نقبل برأيكم، واما منعين قضاة وبدنا نفرض علينا رأيهم. ولكن معالي الوزير، يعني هناك استثناء، هناك وضع امني في جريمة حصلت، ما في استثناء بهذا الموضوع؟ لا يطلب من القضاء مخالفة القانون. شو بيعود ينفع القانون اذا صاروا كل الكل مهددين للاغتيال؟ تطلبين من القاضي تقولي له هيك عينك بعينك خالف القانون وحط امضاك؟ اذا كان هيدا السبيل الوحيد لكشف المجرمين معالي الوزير، شو بنعمل؟ شو بيكون الحل؟ اولا غيروا القانون، خلينا نشوف الفترة اللي استشهد فيها كل هالرجالات الكبار، اللي كان كل شيء مباح اكتشفنا شي جريمة. مصادر مطلعة في شعبة المعلومات أكدت للأم تي في أن الشعبة طلبت الأس أم أس لشكوك لديها بأن المجرم الذي نفذ جريمة اغتيال الحسن محترف ولم يستخدم الهاتف تجنبا لتعقبه، بل استخدم الرسائل القصيرة للتواصل مع عناصر الشبكة، وهذا الطلب يحصل في كل الدول التي لديها وضع أمني خاص كلبنان. وتساءلت المصادر أيهما أخطر، المحافظة على حياة الناس أم على خصوصياتهم، ورأت في التمنع عن إعطاء مضمون الرسائل القصيرة تغطية للقاتل، مضيفة لم نعد أغبياء وسيحاسب المسؤولون مهما كلف الأمر. في المحصلة ملف الداتا قد يعود مجددا إلى مجلس الوزراء بعدما رفعه وزير الاتصالات إلى الأمانة العامة مرفقا بتوصية منه برفضه ورده. الكرة إذن في ملعب رئيسي الجمهورية والحكومة، فهل تبدل الوعد الرئاسي بالمساعدة المطلقة لكشف المسؤولين عن اغتيال اللواء الحسن أم لا يزال قائما؟ ودائما في ملف الداتا، قال مرجع أمني في حديث لصحافة السفير أن البلد مستهدف والعدو أصبح في قلبه، وشهداؤنا نلملم أشلاءهم ودمنا في الشوارع، وهناك من يمنع عنا ما يفترض أن نبني من خلاله تحصينات للوضع الداخلي ولأمن الناس. وقال المرجع الأمني نحن مضطرون لأن نقول إنهم عندما يمتنعون عن أعطائنا ما نطلبه سواء في داتا الاتصالات أو الرسائل النصية إنما يجعلوننا نشك ونخشى من أن هناك جريمة ما يجري التحضير لها. رئيس مجلس النواب القبرصي يجول على كبار المسؤولين ويبحث الملف النفطي المشترك. جويس عيئي والتفاصيل. النفط والغاز المكتشفان بين لبنان وقبرص كان الموضوع الأبرز الذي بحثه رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نظيره القبرصي ياناكيس أوميرو الموجود في لبنان في زيارة رسمية تستمر 3 أيام. بعد اللقاء مع بري عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا أكد خلاله الرئيس بري التعاون مع الجانب القبرصي في مسألة النفط والغاز. لدينا تفاهم بين البلدين، لا مشكلة مع قبرص في هذا الإطار، ولكن لدينا مشكلة بالأطماع الإسرائيلية بهذا الموضوع، ولكن أتمنى مرة أخرى قبل نهاية العام هذا كما وعد معالي وزير الطاقة أن تبدأ المناقصات أو المزايدات، وبالتالي يبدأ فعليا التحرك في سبيل استخراج الغاز أو النفط. بري الذي ترجم للمترجم أسئلة الصحفيين تجنب الرد على سؤالنا الواضح عن مواقفه السياسية الأخيرة.
كان لك حديث اليوم تحدثت فيه عن ضرورة اتباع سياسة النقي بالنفس وعدم إقحام نفسنا بداخل لبنان بالأزمة السورية، هل كان حديثك أيضا موجه إلى حزب الله الذي أيضا كان له عناصر شاركوا في القتال؟ خليني بالزيارة هون إذا بتريدي أحسن مرة روح الزيارة كلها بهالسؤال. أما الضيف القبرصي فتحدث عن وجوب التعاون بين البلدين للاستفادة من الموارد الطبيعية. كلا البلدين مستعدان للتعاون من أجل الاستفادة من الغاز الموجود في البحر بين لبنان وقبرص، وقبرص قدمت اقتراحا منذ شهر آذار الماضي بهذا الشأن. مش هلا منحكي بالسياسة، قال بري وهو يخرج من قاعة الصحافة ليولي ما على شرف ضيفه في عين التيني، وحضر الغداء نواب من 8 و14 أذار. وكان أوميرو بدأ يومه الأول من الزيارة بلقاء كل من رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور ليلتقي مساء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري تصرف الحكومة وكأنها غير متمسكة بمشروع قانون الانتخاب الذي أقرته وأحالته إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره، واستدل على هذا الموقف الحكومي من خلال ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل من أنه بدأ يحضر للانتخابات على أساس قانون 60. وقال بري في تصريح لصحيفة الجمهورية: هذا أمر مخالف للمنطق لأن الوزير يتجاوز مشروع الحكومة التي ينتمي إليها، فإذا كانوا قد غيروا رأيهم في القانون الذي أعدوه فعليهم أن يطلبوا استرداده من مجلس النواب حسب الأصول. ولفت بري إلى أن أحدا لم يعارض التغيير الحكومي من حيث المبدأ، ولكن لا حكومة من دون حوار، هم يريدون حكومة من دون أن يتحاوروا معنا، وهذا غير وارد على الإطلاق. بعد الإعلان، الجميل لا تحالف مع عون. أفاد مرجع رسمي صحيفة السفير بأن أول أحد من حزيران المقبل هو الموعد الرسمي المبدئي للانتخابات النيابية التي ستجري في يوم واحد، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ستباشر بإعلام اللبنانيين بكل ما يتصل بالإجراءات التحضيرية على أساس القانون النافذ حاليا، أي قانون 60 معدلا وفق صيغة الدوحة. وكشف المرجع أن ثمة محاولة استنقاذية أخيرة تجري من أجل طرح صيغة انتخابية تشكل نوعا من الحل الوسط بين قانون 60 ومشروع الحكومة، أي لبنان 13 دائرة انتخابية على أساس النسبية. النائب سامي الجميل يؤكد لي بموضوعية أن حزب الكتائب لن يتحالف مطلقا مع التيار الوطني الحر في الانتخابات المقبلة. إجراء انتخابات بهذا الظرف شغلة كتير صعبة، بس ما في مفار منها، لأنه إلغائها مضر بعد أكثر. في 3 قوانين مطروحين مجلس نواب، في 13 دائرة اللي مقدمته الحكومة نسبية، في اللي نحن قدمناه 51 دائرة، وفي القانون الأرثوذكسي 2 من أصل 3 موافقين عليهم، يطرحوا التصويت مجلس النواب تنزل نصوت. أكيد ما في تحالف انتخابي مع التيار الوطني الحر طالما التيار الوطني الحر أخذ هذا المسار، هذا السياسي. طيب كيف بدك الدين حزب الله من مال وأنت عم تعمل كمان تدخل بشؤون سوريا الداخلية من تاني مال؟ لا مفار من أنه تستقيل هذه الحكومة، لأنه هذه الحكومة مثل ما قلت لك فشلت بكل الملفات يلي تعاطت فيها. إسقاط الحكومة بالشارع سوف يؤدي إلى إسقاط الدولة. طرف الآخر ما عم بيعطيك ولا سبب أنه تقعد معه على طاولة حوار، لأنه عم بيناقض أصول الحوار. في الصيف لقاء بين الرئيس أمين الجميل ووفد الحزب التقدمي الاشتراكي، وتشديد على أهمية الحوار. إلى بيت الكتائب المركزي في الصيف حمل وفد الحزب التقدمي الاشتراكي مبادرة النائب وليد جنبلاط واضعا إياها على طاولة البحث مع الرئيس أمين الجميل ومسؤولين كتائبيين. الجميل شدد بعيد اللقاء على أهمية انتشال لبنان من الأزمات، معلنا أن مبادرة جنبلاط تتضمن أفكارا التقى عليها مع الوفد الذي زاره. كما أنه اتفقنا على ضرورة مواصلة هذا الاجتماع ونقدر نبلور أفكار محددة أكثر
وطريقة تواصل بين حزب الكتائب والتقدم الاشتراكي، مع أن خيار إلا التواصل بين بعضنا البعض ما مفروض أبداً يحصل أي طلاق ولا انقطاع أياً كانت الخلافات السياسية. العريض ذكر بأن جوهر المبادرة هو التواصل لأن الوضع لم يعد مقبولاً. عندما نقحم أنفسنا في مسائل لن تعود إلا بالسلبية على البلد، وعندما نغرق في متاهات الخطاب السياسي المتشنج وفي حسابات مذهبية تنعكس في الخطابات السياسية، لا يستطيع أحد أن يقول إن لبنان هو بمنأى عن التأثر بمناخ فتنة. فخامة الرئيس هو المبادر الأول، دعا إلى طاولات الحوار، ثم موقف سياسي لدى فريق لا يريد الذهاب إلى الحوار، نحترم حقه، لكن هذا لا يسقط ضرورة الحوار. ليس مطلوبا وليس ممكنا في مراحل معينة ومراحل كثيرة أن يكون التوافق تاما على كل شيء. نحن في بلد ديمقراطي متنوع، لكن مفيد جدا عندما نتفق على مسائل معينة أن نذهب إلى عمل مشترك. العريض أشار أخيرا إلى وجود تجاوب مبدئي عام مع المبادرة الجنبلاطية، لافتا إلى أن لقاء سيعقد هذا الأسبوع مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. في التقرير الخاص، غياب التوعية الحاضر الأكبر في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. جوال زيلي والتفاصيل. مليار شخص حول العالم يعانون من إعاقة جسدية، أي ما يوازي 15% من سكان الكرة الأرضية. بيير نصيف واحد منهم. بعد الإعاقة التي تسببت بها إصابته البالغة خلال الحرب، لم يسمح بيير بأن يشكل الكرسي المتحرك عائقاً أمام مواصلة الحياة بشكل طبيعي، إلا أنه يأسف كون المجتمع يفتقر إلى الوعي الكافي لتقبله هو وغيره من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يبذلون يومياً جهوداً فردية للعيش بكرامة. أحياناً نحن نرفع تحديات كبرى لا يقوى عليها الأشخاص الذين يتمتعون بكامل قواهم الجسدية، يقول بيير. هو الذي يعمل في رابطة كروس رود لمصابي الحرب، يقود سيارة خاصة مستوردة من الخارج في بلد لا يؤمن التسهيلات للمقعدين. ذوي الاحتياجات الخاصة غالبا ما يصطدمون بحواجز يضعها لهم المجتمع، ما يؤدي إلى انعدام المساواة وتهميشهم وعدم توفير الخدمات الضرورية لهم. ثلاث أرباع الشباب بعينه أنه بده يروح يدخلوا جامعة أو يدخلوا مدرسة مش مجهز لا يدخلوا له. إذا بده يروح شباب يسهروا مطاعم، يعني هلأ نحن شوي عملنا حملة على المطاعم لجهزوا كم مطعم بالبلد لهذا الشباب فوتوا مرتاحين عليه، إنه الإنسان بده يكمل حياته بده يكملها بكل شيء. وبكل بلدان العالم الدولة هي بتحط قوانين وهي بتنظم وهي بتعمل ممرات للمعاقين وهي بتعمل تسهيلات للمعاقين، إن كان بالشغل إن كان بالمدرسة إن كان وين ما بدهم يروحوا بالبلد. عندنا بالبلد كتير مقصرين، يعني لدرجة إنه فينا نقول ما في شيء تقريبا. غياب الدولة وغياب التوعية هما أكثر ما يعاني منه ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان. يقول بيير إن وزارة الشؤون الاجتماعية تؤمن بعض المساعدات، إلا أنها بسيطة وغير كافية. في قانون كانوا عاملين للمعاقين اللي هو 220، والقانون كانوا مبلشين عم بيشتغلوا على أساس عليه، ما لحقوا عملوا خطوة شوي جيمة كل شيء، وحتى الخطوة اللي عملوها وقفت. ونتأمل إنه ما نضطر بوقتنا الأوقات نعمل مثل ما عم يعملوا غيرنا مظاهرات وينزلوا على الطرقات تسكير الطرقات، لأن هيئة الدولة متفهم إلا هيك صايرة. الثالث من كانون الأول، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، مر مرور الكرام في لبنان، إلا أن بيير لا يفقد الأمل في أن تتحسن الأوضاع في المستقبل وأن يحترم لبنان في يوم مجيد عله يكون قريبا حقوقه الأساسية كمواطن. والآن إلى الصفحة الرياضية مع الزميل جورج السويدي. هاي جورج. هاي شانتال، شو في اخبار اليوم؟ ابرز اخبارنا عودة التشامبيونز ليج، اضافة لبقية الاخبار المتفرقة بالفوتبول وخبر محلي بيتعلق بالرمية. تفضل. ثانك يو. البداية إذن مع عالم الفوتبول الأوروبي، مع الجولة الأخيرة للدور الأول من التشامبيونز ليج يلي رح تنطلق مثل اليوم مع لقاءات قوية. بعد تأهل 13 فريق من أصل 16 للدور الثامن النهائي، بتبقى المنافسة على آخر 3 بطاقات وعلى صدارة بعض المجموعات اللي بعد ما حسمت لهلأ، مثل المجموعة الأولى اللي رح تشهد مثلا اليوم مواجهة قوية بين باريس سان جيرمان وبورتو على ملعب بارك دي برانس بباريس، علما أنه الفريقين سبق وتأهلوا للدور المقبل.
وكان الفريق الفرنسي تلقى خسارة مفاجئة بالمرحلة السابقة من الدوري المحلي مع نيس، فتراجع للمركز الرابع بالترتيب، فازدادت الضغوط على مدرب الفريق كارلو أنجيلوتي المطالب بحصد الألقاب لفريق الأغنياء الجدد. بالمجموعة الثانية راح تنلعب صدارة المجموعة بين شالكي وأرسنال يضمنوا التأهل سابقا، عندما بيحل الأول ضيف على مونبولييه والثاني على أولمبياكوس. بالمجموعة الثالثة بيستضيف مالاغا يلي ضمن الصدارة فريق أندرلاكت، فيما بيلعب أسي ميلان الثاني والمتأهل أيضا مع زينيت سانت بيترسبورغ. وبالمجموعة الرابعة بيستضيف بروشيا دورتموند المتصدر فريق مانشستر سيتي الخارج من المنافسة، والريال مدريد الثاني أجاكس أمستردام. منتابع بأجواء الفوتبول ومنوصل للكرة الأمريكية الجنوبية، مدرب جديد رح يكون للفريق تشيلي، لكن قبل رح نضل بأجواء فريق ريال مدريد. خوسيه مورينيو أعلن رسميا نفي الشائعات اللي تحدثت عن رحيله عن النادي الملكي، ورفض التعليق على الأخبار اللي ذكرتها وسائل الإعلام الإسبانية، وأكد على علاقته القوية بالرئيس والإدارة. وكانت وسائل الإعلام أشارت أنه بيريز رئيس نادي ريال مدريد بيرغب بالتخلي عن مورينيو بعد فقد الأمل منطقيا بالاحتفاظ بلقب الدوري المحلي لابتعاده ب 11 نقطة عن برشلونة، إضافة لعلاقته المتوترة مع رجال الصحافة ومواقفه المثيرة لجدل وانتقاداته المتواصلة للحكام. وذكرت صحيفة ماركا أنه بيريز حسم أمره بشأن مورينيو اللي بتشير بعض التقارير إلى تلقي عروض كثيرة خاصة من الدوري الإنجليزي ومن الدوري الفرنسي من فريق باريس سان جيرمان تحديدا. نتابع بأجواء الفوتبول، نوصل لأمريكا الجنوبية، مدرب جديد للمنتخب التشيلي بهدف أكيد الوصول إلى كأس العالم 2014. المدرب هو خورخي سامباولي، وهو خلفا لمواطنه كلاوديو بورغي اللي أقيل من منصبه منتصف الشهر الماضي مباشرة بعد الخسارة مع منتخب صربيا 1-3 بالمباراة الودية اللي أقيمت ب 14 تشرين الثاني بمدينة سانت غال السويسرية. واستلم بورغي الإدارة الفنية للمنتخب التشيلي بشباط 2011 خلفا لمواطنه مارسيلو بيلسا بهدف إلى مونديال البرازيل 2014، لكن الفريق حاليا بيحتل المركز السادس غير المؤهل بترتيب أمريكا الجنوبية المؤهل إلى كأس العالم. وهدف خورخي سامباولي إعادة الفريق إلى أحد المراكز الأربعة الأولى لا يقوده إلى كأس العالم المقبلة. جرت بالويك أند دورة نادي الصخور دبي للرماية بمشاركة واسعة على أبواب الانتخابات الجديدة للاتحاد. استضاف نادي الصخور دبي مباراة بالرماية بالذكرى الخامسة لتأسيسه بمشاركة 45 رامي لفئتي الأ و ب من مختلف الأندية اللبنانية، بإشراف رئيس النادي المنظم سليم مسعود وحضور رئيس الاتحاد زياد ريشا إلى بطل لبنان بالتراب إلي بالجاني. وأسفرت النتائج عن فوز جو سالم من نادي توني ويزن بالفئة أ أمام مارسيل طويلة من نادي البقاع في محل بيير جارخ المرشح الأقوى لرئاسة الاتحاد الجديد بالمركز الثالث، علما أن الجلخ هو رئيس الاتحاد السابق ورئيس نادي الصفرة حاليا. فأظهرت عملية تسليم الجوائز نوع من حالة تسلم وتسليم بينه وبين الرئيس الحالي. وبالفئة بي تفوق إلين جيم من نادي توني ويزن على كل من كمال خصوب وسعيد رزق من نادي الصخور. هذه كانت أبرز أخبارنا لهلا. شانتال من أود لأليك. جورج منشير كمان، أول شيء بدي أشكرك ومنشير إلى أنه الحملة اليوم هي حملة الشارة البيضاء اللي حطينا أنا وياك، هي لمناهضة العنف ضد المرأة ونحو مفاهيم مغايرة للذكورة إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، الآن إلى صفحة الأحوال الجوية والزميلة أليم بروم معنا أبي هيلة. مرحبا. عم يتأثر لبنان بمنخفض جوي حامل معه هواء بارد، تأثير هالمنخفض رح يكفي معنا لبكرة، أما اليوم فنهارنا غائم مع أمطار غزيرة وهواء قوي بتتخطى سرعة 75 كيلومتر بالساعة بشمال، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتلج على ارتفاع 2000 متر وما فوق بالنهار، مع احتمال أنه توصل لل 1600 متر فجر الأربعاء. اتجاه رياح شمالي غربي بيتحول بالليل إلى جنوبي، الحرارة على الساحل بتتراوح بين 21 و 23 درجة، على الجبيل بين 11 و 20، أما بالداخل فبتتراوح بين 16 و 20 درجة. الرطوبة عالية على الساحل، الهواء قوي بشكل خاص بالمناطق الشمالية، البحر مائج وارتفاع الموج بيتخطى الأربعة أمتار، والجو مثل ما ذكرنا غائم وممطر مع تلج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، بينخفض لل 1600 متر فجر الأربعاء.
جولة من الجو بتاخذنا فوق بعض المناطق وضع اللبنانية لنشوف كيف طقسها اليوم، ومنبلش جولتنا من الكويشرة 18 درجة، ديربلا 19، 13 درجة بنيحة، بعتوتا 12 درجة، 20 درجة ببكفية، دير القمر 19، كمان بقيتولة وطقسنا ممطر بكافة المناطق، شقرة ودير ميماس 18 درجة، 17 درجة بعمي، والختام بيكون بالقاع مع 20 درجة. لمحة سريعة عن طقس اليوم والأيام الجاية، اليوم الثلاثاء بتسجل الحرارة 23 درجة بنهار وطقسنا ممطر، 21 درجة لنهار الأربعاء بتستقر على هالشكل لنهار الخميس، بتنخفض الحرارة لل 20 درجة نهار الجمعة وبيكمل طقسنا ممطر. الام تي في رح تخصص اليوم بكامله لدعم حملة الشارة البيضاء يلي أطلقتها جمعية كفا. هالحملة رح يشارك فيها الرجال للتعبير عن رفضهم للعنف الممارس على النساء. نحن طيلة هالنهار رح نكون معكم لنخبركم أكثر عن هالحملة، وأنا بلاقيكم بنشاط لاحق. ختام النشرة، نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر MTV لبنان نيوز على موقع تويتر، MTV لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.